احترام، وطبعا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما حضرتك قلت، احنا معانا نجم منتخب مصر كابتن تامر عبد الحميد، وطبعا احد المشرفين واحد اعضاء يعني الناس القائمين على محافظه او اكاديميه سيتي كلوب في الشرقيه. برحب بحضرتك معانا يا كابتن. اكاديميه السادات في الشرقيه. اكاديميه السادات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا بيك. كل الناس طبعا اللي بيشوفونا. احنا النهارده طبعا اتفاقيه شراكه ما بين استادات الوطنيه والبريد المصري، وعنوانها الاستثمار الرياضي، او احد اهدافها الاستثمار الرياضي او تطوير الامر في طبعا المحافظات. حضرتك شايف فكره الاستثمار الرياضي ماشيه ازاي في الفتره الحاليه؟ هو اللي جاي في مصر، شايفين الكوره او الرياضه عامه في العالم كله صناعه. الكرة النهاردة يعني ملايين الملايين مهتمين بها في المقام الأول والأخير، سواء في مصر أو في العالم كله. فطبعا خطوة عملاقة، خطوة محترمة جدا ما بين شركة السادات الوطنية وما بين البريد المصري، أن يبقى فيه تعاون في الإطار دوت. بنتكلم بقى على استثمار رياضي، بنتكلم على ثقافة، بنتكلم على خدمات اجتماعية، بنتكلم على حاجات كتير، أو إن شاء الله بإذن الله تبقى يعني فتحة خير على الجميع بمشيئة الله. كلمنا بقى عن الشرقية. إن شاء الله بإذن الله أكاديمية السادات في على استاد الزقازيق بمحافظة الشرقية، إن شاء الله بإذن الله يطلع منها هدفنا الأساسي إن شاء الله أكتر من محمد صلاح إن شاء الله. الأكاديمية لا تهدف للربح تماما، الاشتراك بتاعها حاجة رمزية جدا جدا جدا. أنا موجود الحمد لله رب العالمين هناك بصفة مستمرة، الشغل اللي موجود فيها فني علمي على أعلى مستوى، نجوم منتخب مصر كلهم هيبقوا كمان موجودين فيها يعني إن شاء الله بإذن الله. لو ما طلعش الولد من الأكاديمية نجم كبير في الكرة، الجوانب الشخصية اللي احنا هنشتغل عليه فيها بإذن الله يطلع راجل مفيد لبيته الأول، وبعد كده قريته أو محافظته ولبلده بمشيئة الله تعالى. طيب حضرتك تاني يعني ضيف معانا يتكلم عن الربح، إن هو يعني هيكون يعني رمزي أو لا نهدف للربح، دي تاني مرة نسمع الجملة دي. طب يعني في ناس تقول لك طب ما هو الاستثمار الرياضي يعني ربح. ما هو في أكتر من إيه ربح؟ إن أنا أطلع زي محمد صلاح 3-4، ما هو ده ربح. في أكتر من إيه ربح؟ إن الولد اللي يجي من عندي سن من 5 لـ15 سنة يطلع راجل متربي على أساس بدني ونفسي وعلمي وانضباطي وسلوكي سليم، يفيد أسرته والقريته ومحافظته والبلده. في أكتر من كده ربح؟ دي لو اتحطت قدام الفلوس دي تساوي مليارات، ما تساويش ملايين. طيب انا كنت عايز اسالك سؤال، يعني في ناس بتسال ايه الفرق ما بين فروع انديه سيتي كلوب في المحافظات ومراكز الشباب؟ لا يعني الفروق يعني مع احترامي طبعا لمراكز الشباب، ومع احترامي طبعا للشغل اللي موجود فيها ان شاء الله باذن الله برضه يعني يكون في معمول فيها شغل ان شاء الله باذن الله كويس. انما زي ما انا قلت لحضرتك، النجوم اللي موجوده، الاستعدادات نفسها، التجهيزات، الاهتمام، التواجد، البرامج العلميه اللي اللعيبه بتشتغل عليها. يعني انا افضل ان احنا انا اتكلم عن نفسي، انا ماليش دعوه بالاخرين سواء مراكز الشباب او انديه، يعني فوق دماغي من فوق. انما انا اتكلم عن نفسي، اتكلم عن الاكاديميه او الحاجات اللي احنا مسؤولين عنها وبنشتغل فيها، هي ديت ان شاء الله اللي نوعد الناس بمشيئه الله تعالى ان تبقى فيه يعني بمشيئه الله تعالى نقلة نوعية بإذن الله الفترة اللي جاية إن شاء الله. شكرا ليك جدا يا كابتن تامر، ونورتنا على شاشة قناة النادي الأهلي. أشكرك وبشكر كل السادة المشاهدين. ده كان لقائنا مع نجم منتخب مصر كابتن تامر عبد الحميد، وطبعا والمشرف على أكاديمية سيتي كلوب بمحافظة الشرقية. شكرا ليك جدا يا كابتن أحمد.